إذا لمناقشة زيارة الرئيس الصيني لموسكو والملفات المطروحة في ظل النظر لها بأنها رسالة دعم من بكين لموسكو، ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو المتخصص بالشأن الروسي رامي القليوبي. أستاذ رامي، مرحبا بكم. زيارة يراها المراقبون تاريخية، ولكن كيف تابعتم هذه الزيارة وما هي الرسائل التي حملتها؟ لأن في الواقع كما استمعنا في التقرير، الصحف الروسية احتفت كثيرا بهذه الزيارة وسعت لتصوير الأمر على أنه تحالفا استراتيجيا يقام بين موسكو وبكين، وهذا ما يؤكده أيضا بوتين وشي جين بينغ أمام الكاميرات. لكن هناك تسريبات إعلامية سابقة تقول إنه خلف أبواب مغلقة ربما سعى الرئيس الصيني لإقناع بوتين بتقديم بعض التنازلات من أجل إنهاء الحرب، وكذلك جدد رسم الخطوط الصينية الحمر المتعلقة برفضها المطلق لأي استخدام محتمل للقنبلة النووية تكتيكية في أوكرانيا. ولذلك الصورة الظاهرية تقول إن صحيح هناك تحالفا استراتيجيا بين روسيا والصين، ولكن هذا التحالف يبدو حتى الآن أنه اقتصادي أكثر منه سياسي وعسكري. وحتى إذا نظرنا إلى النتائج الرئيسية للمحادثات فهي تتعلق بالشق الاقتصادي من العلاقات، مثل الاتفاق على مد الأنبوب الثاني لخط قوه سيبيريا لتوصيل الغاز الروسي إلى الصين. أستاذ رامي، هناك قلق غربي من هذه الزيارة، ما مدى مشروعية هذا القلق؟ يعني إذا كان الغرب كأي طرف في هذه الأزمة ينطلق من مصالحه، فهذا من الطبيعي أن أي تحالف روسي صيني يزعجه، لأن الغرب هو يعتبر أن روسيا انهزمت في الحرب الباردة، ولذلك يسعى للتعامل معها من موقع القوة وزرع أنظمة موالية لها في دول الجوار الروسي، أي أنظمة موالية للغرب. لكن روسيا تعتبر أنه في نهاية الحرب الباردة لم ينعقد أي مؤتمر مثل مؤتمر يالطا الذي انعقد في نهاية الحرب العالمية الثانية حتى يثبت خسارة روسيا. فبالتالي روسيا تنطلق في منظورها أن أي دولة في محيطها أو حدائقها الخلفية هي منطقة لنفوذها المباشر. وفي هذه النقطة الصين ووضعها مع تايوان هو في الواقع يشبه وضع روسيا مع أوكرانيا. فبالتالي من وجهة نظر الغرب أي انتصار روسي في أوكرانيا هو سيعزز طموحات الصين في بسط السيطرة على تايوان. أستاذ رامي، من المتوقع أن تتضمن زيارة الرئيس الصيني لموسكو توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ولكن تعتقد أن التعاون الروسي الصيني ربما سيتطرق بشكل واضح وجلي للتعاون العسكري؟ أن يتعاون إلى بشكل واضح إلى الملف العسكري هذا احتمال مستبعد، لأن الصين هي تسعى للجلوس على مقعدين. المقعد الأول هو تقديم دعم سياسي لروسيا في المحافل الدولية ومساعدتها في الالتفاف على العقوبات، لكن المقعد الثاني هو الشراكة التجارية الكبيرة بين الصين من جانب والغرب الجماعي المتمثل بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، وإذ يفوق حجم التبادل التجاري بين الصين والغرب تريليون ونصف تريليون دولار سنويا. فبالتالي هذا التبادل التجاري هو يساعد الصين بأن تحقق في السنوات المقبلة خطتها الطموحة أن تصبح الاقتصاد الأول في العالم حتى من جهة القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي. فبالتالي لا يمكن للصين أن تعرض نفسها لخطر العقوبات الثانوية الغربية بحق من يتعامل مع روسيا من أجل دعمها عسكريا. أستاذ رامي، هل الزيارة يمكن أن تتطرق بشكل سطحي على أقل تقدير إلى تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف؟ هل تعتقد ذلك؟
يعني حتى الآن هذا مستحيل، لأن وجهة النظر الروسية هي عكس وجهة النظر الأوكرانية تماما. فمثلا روسيا تشترط أن تعترف فيه بالواقع والجيوسياسية الجديدة من جهة الوجود الروسي في مناطق شرق أوكرانيا، في المقابل ترفض كييف عقد المفاوضات طالما لم تنسحب روسيا من الأراضي التي تصنفها أوكرانيا كمحتلة. فبالتالي هذان الشرطان هم متعارضان تماما، ولذلك ليست هناك أي أجندة للمفاوضات أو تقريب وجهات النظر، ولكن الصين قد تلعب دورا في تسوية بعض الملفات العالقة مثل تبادل الأسرى، تبادل جثامين القتلى، ربما إعداد خطة طويلة الأجل، وقد فعلت ذلك في الذكرى الأولى لبدء الحرب حتى تكون تربة خصبة للمفاوضات فيما بعد. ولكن أن يتم تقريب وجهات النظر هذا الأمر مستبعد. طيب أستاذ رامي، هل تعتقد أن الصين أو أن هدف هذه الزيارة أن الصين ربما بمنظورها تسعى لتغيير المنظومة الضابطة للسياسة الدولية والتي طالما سيطر عليها القطب الواحد أي الولايات المتحدة؟ هل هذا وارد أستاذ رامي؟ يعني في الواقع دائما أي تحالف أو تعاون بين روسيا والصين ينظر إليه على أنه مقدمة لإقامة العالم متعدد الأقطاب، وهذا التعبير هو يحظى بشعبية كثيرة بين سكان الدول غير الغربية. لكن على أرض الواقع تطبيق ذلك ليس بأمر سهل، لأن في العالم اليوم الاقتصاد هو الذي يحكم العالم أكثر من السياسة. فعندما مثلا تكون الولايات المتحدة متفوقة كثيرا اقتصاديا على غيرها من الدول، وتملك شركات مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت وبوينغ تعادل قيمتها الإسمية أو رأسمالتها اقتصادات دول كاملة، فمن وجهة النظر هذه من الصعب تغيير النظام العالمي بين ليلة وضحاها. وهذه عملية ستستغرق سنوات وربما عقود، ولكن من المؤكد أن هذا ما تسعى له روسيا والصين. من موسكو المتخصص بشأن الروسي رامي القليوبي، شكرا جزيلا لكم.